تليفون اكتر من مره مش موجوده. طيب وحاجتها خدتها معاها ولا سايباها ولا ايه؟ اشوفها موجوده ولا لا، هبعت حد يشوفها. اه يا سيدي شوفها لنا، ولو سمحت طمنا. يطمنا على ايه يا احمد؟ ما بركه يا جامع، شوف لنا واحده غيرها. ولا اقول لك شوف لنا دكتور؟ اه احسن، عشان ربنا يبارك لنا في المصلحه. لا اله الا الله، ما ينفعش يا حاج، يبقى شكلنا ايه لو احنا جبنا حد وهي راحت تطبع علينا؟ يا سبحان الله، واحنا اللي قلنا لها امشي؟ ما هي اللي خدت في وشها وهبقت ومشي. الصبر يا حاج الصبر، كل حاجه هتبقى زي الفل ان شاء الله، بس انت اصبر. يا جماعه هسيبوا موضوع الدكتوره دي، في موضوع مهم جدا عايز اقول لكم عليه. التجار اللي اشتروا الذره جاهزين وعايزين يستلموه، اقول لهم يجوا امتى؟ لا استنى بقى، ده الذره لسه في البحر. بقول لك ايه يا عمر، اديهم ميعاد بعد شهر احسن كده، بدل ما نديهم ميعاد قبل كده ونرجع نخلف معاهم. في موضوع تاني عايز اكلمكم فيه. خير؟ انا سمعت ان وزاره الزراعه ناويه تستورد مواشي من البرازيل علشان ترخص سعر اللحمه. هتلاقي الحكومه عايزه تعمل مصلحه. اوعى تكون فاكر ان الحكومه عايزه ترخص اللحمه عشان غلابه تاكل، تبقى راجل مغفل عبيط لا مؤاخذه. كتر خيرك يا حاج فتحي، متشكرين. ترى يا عمر في ايه؟ لو انت لحد النهارده ما عرفتش الحاج فتحي، ده طول النهار يقول عليك الامير عمر الطيب عمر. يا عمر والله بهزر معاه، انا بعاملك زي اخواتي بالظبط، محمد واحمد. يعني بقول لك يا عبيط يا ابو رياله يا اهبل، هزار ومحاب. خلاص بقى يا حاج فتحي، انا كل اللي يهمني في الموضوع ده خايف ان سعر اللحمه ممكن ينزل، وده ممكن ياثر علينا. ما تخافش، يوم الحكومه عندنا بسنه حلني بقى، عبال ما يلموا عمله من السوق ويفتحوا اعتماد، ده فيها بتاع 6 اشهر موت حمار. يعني هي الحكومه ما عندهاش عمله صعبه؟ وحياتك بيلموها بالسوق زي الزباين بالظبط. امال يعني الحكومه سنه سنانها على تجار العمله ليه؟ ما عشان كده يعني هم سنين سنانهم وبيشتروا منهم. الله الله عليك يا عمر، وانت قاعد على الشجر ومش شايف اي حاجه بره المزرعه. وده كويس على فكره، خليك كده احسن، كبر دماغك من الحاجات دي خالص. ما قلتوش احنا هنعمل ايه؟ قول لي الاول يا عمر. فيها الابراج على شكل زجزاج على مساحه 32 فدان واكثر. طب قول لي يا باشمهندس، هو مين اللي بيحدد خط السير ابراج الكهرباء، المحافظه ولا الوزاره؟ والله ما عنديش فكره يا حاج، بس اكيد بينسقوا مع بعض. كل اللي اعرفه ان المنطقه دي بيسموها مجرى خطر او ممر خطر، عشان كده من المستحيل البناء عليها. هي دي مشكله الارض. قلتلي يبقى اكيد هيعملوا محطات ضغط عالي عشان الكهرباء. اكيد طبعا. يعني انت كده يا باشمهندس بتنصحنا ان احنا نصرف نظر على موضوع الارض دي؟ بصراحه انا شايف كده، هتضيعوا وقتكم فيها على الفاضي. لا الله يبارك لك يا جماعه، انا شايف ان العرض ده مش هيتكرر تاني. ده الواجهه هنا، شوف الواجهه يا حاج، بحر شرقي من ناحيه واجهه. واجهه ده بالصلاه على النبي تعملها كيلو متر مربع يا محمد. ما هو انا عشان كده يا حاج بقول لك ان احنا عايزين ناخد حته الارض دي، ده انا نفوخ هيطلع عليها لو ما خدناهاش. طب بقول لك يا باشمهندس، صلى على النبي وقول عليه الصلاه والسلام. احنا لو خدنا الارض دي على اساس انها ارض زراعيه وسقعناها شويه لغايه ما نشوف لها صرفه وبعدين نبدا نبني فيها، ساعتها المحافظه لما تلاقي البنا شغال ممكن ما تعملش محطه الكهرباء دي خالص، ونبقى حاطينهم قدام الامر الواقع. لا يا حاج فتحي، ما ينفعش. معنى كلام الباشمهندس ان الموضوع مرفوض من اساسه، مش هيدونا الارض لا عشان نبنيها ولا عشان نزرعها. الله، طب وبعدين العمل ايه يا باشمهندس؟ العمل عمل ربنا، ملكوش نصيب في الارض دي. طب بقول لك يا هندسه، ما في سكه كده مننا للمحافظ؟ والله انا ما اعرفش، ولو اعرف انا ما احبش اتدخل في الحاجات دي. طب يا باشمهندس احنا متشكرين قوي، تعبناك معانا. لا لا ولا تعب ولا حاجه، انا تحت امركم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. بقول لكم يا اولاد، عايزين نشوف سكه للمحافظ، عايزين نقطع فرط في الارض دي. ما نروح ونشرب معاك كوبايه شاي ونكلمه في الحكايه على طول. الموضوع مش سهل كده يا احمد، عايزين واسطه، واسطه كبيره كمان، صحفي، لواء شرطه تكون عظميه ناشفه في الداخليه، محافظ زيه. هنروح انا وانت اخوك نكلمه ونقول له ايه، ولا هو يقول لنا ايه؟ يا اخوانا بلا واسطه بلا محافظ. الله، احنا نحط ايدينا على حته الارض على اساس ان مالهاش صح. يا ابني بطل تهون، احنا مش عايزين مشاكل ومش عايزين قواضي وغرامات، مش عايزين حد يعلم علينا، عايزين نكسب من غير ما نتحبس. يا محمد يا حاج مش هنتحبس ولا حاجه. اخوك بيتكلم صح يا محمد، احنا لازم دلوقتي هدفنا يبقى المحافظه والمحافظ، لازم يبقى عندنا معلومات كفايه عشان نعرف هندخل على الموضوع ده ازاي. وعلى فكره يا حاج، اننا نخليهم يدونا الارض وينقلوا ابراج الكهرباء موضوع مش سهل، صعب قوي قوي قوي. ما اهو ده ابو الماس، عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ قلت 100,000 جنيه. برضه هتقول لي 100,000 جنيه؟ حته التعب دي اللي انت بطلت بيها، وانا هشيلها في حته الزباله الازرق ما اعرفلهاش طريق جره. وهتجيب يا فتحي ال 100,000 جنيه؟
وحشتني الخاتم الخمس قرارات اللي انا عايزاه. قلت ايه بقى؟ قلت يا بدر انا مش راجل عبيط، انا يوم ما ادفع 100,000 جنيه من جيبي لازم اكسب قصادهم 100,000 جنيه. ولا يا اخويا مش ست عبيط، والالماس سعره بيزيد، والخاتم ده مفيش منه غير حته واحده بس. عارف يعني ايه؟ يعني كاننا عندنا جوهره في البيت، كان عندنا حته مثلا من بتوع الافلام في بيتنا. افلام يا ام افلام؟ ده انت اللي بتعملي افلام عليا. وبعد الخاتم ده هيبقى في صباعك انت، مش هيبقى في البيت زي ما انت بتقولي. وبعدين فاهميني، انت بتروحي فين عشان تلبسي في صبعك خاتم خمس قراريط الماس؟ بتروحي فين يا بدريه؟ بطلي طمع وكفايه اللي عندك. بطل بخل انت وهات من اللي عندك. ايه مفيش ايه صباح؟ لا ما انا باكل اهو. مش باين مالك؟ مفيش، بس يعني. بس يعني بس ايه؟ قولي. هو مين اللي قالك على الحاجات دي كلها؟ مش مهم يا صباح مين اللي قالي، بس المهم اني مش انت اللي قلتيني. ماني قلتلك على كل حاجة اهو. بس بعد ما سألتك يا صباح مش لوحدك، ما جيتيش كده من نفسك وقلتيلي، وانا مش فاضي ادور ورا كل واحد، وبرضه ما احبش الناس تدور وراي. انت عارفه ده معناه يا صباح؟ معناه ان ظهري بقى مكشوف وعريان، وانا اللي يكشف لي ظهري ويعريه ملوش مكان في حياتي. يعني ايه يا سحب؟ يعني اللي ليكي عندي واللي ليه عندك هما البنتين صفا ومروه. واني انت طالع يا صباح؟ ستة سبعة ثمانية. السلام عليكم. اهلا يا مدام بدريه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ثواني وهفضل حضرتك حالا. خد راحتك يا اخوي. تسعة كمان ده 10. نيجي على ده بقى. ده بقى المهم يا استاذ، ونخلي بالنا منه قوي يا استاذ فضيل لو سمحت. ايه يا استاذ عصام؟ هو انا عمري ما شلت خواتم غاليه؟ ده انا طول عمري بشيل الحاجات الغاليه جدا. تسمح ثواني يا استاذ بالنبي؟ اتفضلي يا هاني. الله، هو ده ابو خمس قراريط؟ هو ده خمس قراريط الماس حر يا مدام. ده تحفه. ايه رايك؟ ده يخلي الصوابع تتكلم. بقول لك ايه، مش ده اللي اتكلمتني عنه؟ مظبوط، هو ده اللي اتكلمنا عليه. خلاص اعتبره بتاعي، انا اشتريته. خلاص ازاي؟ خلاص ازاي يا مدام؟ ما ينفعش. مدام تهاني لو عرفت تبقى مشكله كبيره. وهي مدام تهاني لسه شافت الخاتم، هو مش برضه يا اخويا حضرتك واخد لها الحاجات دي عشان تفرجهم لها؟ ايوه. اعتبر ان الخاتم ده ما كانش موجود من اصل. عموني مدام بدريه سيبيه يروح بيهم، وكده كده اعتبر الخاتم بتاعك. الله، طب وافرض شافته وعجبها واخدته؟ هجيب لك احسن منه يا ست الكل. بس انا مش عايزه الاحسن منه، انا عايزه ده. جرايه يا مدام، هي عافيه ولا ايه؟ هو انا عشان ذوق معاكي هسوق فيها ولا ايه؟ جرايه يا راجل انت بتكلمني كده ليه؟ هو ده كلام؟ والخاتم هيروح لمدام تهان؟ يعني هيروح لمدام تهان؟ اهدى بس يا استاذ فضالي، حلو بس بدون موضوع بسيط. يا استاذ عصام بدل ما تقول لي اهدى قول لها هي يكون عندها شويه ذوق وشويه دم. لا لا ما تغلطش، ولا كلمه واحده وهتلاقي الجزمه فوق دماغك. جزمه الفضالي؟ جزمه على دماغك ودماغ اللي ربوكي كمان. طب هو عشان تبقى تسلمي، هو ده اللي حصل ولازم تجيبوا لي حقي دلوقتي حالا. الله، ما هو لازم يعرف ان ورايا رجاله. ضربت الراجل في المحل يا بدريه؟ طب هو فين دلوقتي؟ معرفش، سبته في المحل ومشيت. لا اله الا الله، ما تزعليش مني يا بدريه، غلط قوي انك تعملي كده معاه. غلط بقى ولا مش غلط، اهو ده اللي حصل ولازم تجيبوا لي حقي. هيجيلي يعني هيجيلي؟ طبعا حقك لازم يجيلي، وحتى لو غلطانه ما ينفعش راجل يمد ايده على واحده ست يا احمد. طب والخواتم؟ الخاتم فين يا بدريه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يقولوا عنك في الخناقه وتدب تعرف تمنه. احنا فين ولا فين دلوقتي يا فتحي؟ دكتور ما تعرفش يا سيدي. الناس هتسمع صوتنا من الباب. ده ايه ده؟ الله، اهلا يا باشا. اهلا وسهلا. نمر يا فندم. مش ده برضه منزل بدريه عرفان؟ ايوه يا فندم. هو يا فين؟ مش موجوده في الحقيقه، يعني في مشوار كده. طب احنا عايزينها في الاسم. خير يا حضرتك، تسال على بدريه ليه؟ في محضر معمول ضدها، ضربت واحد وهيحتاج علاج اكتر من 21 يوم. 21 يوم؟ طب اجي انا معاكم، انا جوزها ابو عيالها. احنا عايزينها هي اللي تيجي معانا. هي مش موجوده دلوقتي، مش موجوده في البيت. انا هسيب خبر اول ما تيجي على الجامعه على طول. ها احمد حصلني. اتفضل يا باشا. يا محمد. نعم. اول ما تيجي مرات الحاجه هاتها وتعالى.